مرحبا بحضراتكم مرة تانية ومنورني في الاستوديو لاعب الأهلي السابق النجم كابتن عبد الحميد شبانة، وهنتكلم في حاجات كتير قوي ليها علاقة طبعا بالنادي الأهلي الفترة دي والفترة اللي جاية. طبعا مبروك يا كابتن على الثلاثية ومنورني في الاستوديو. ربنا يخليكي، مبسوط طبعا أنا موجود في بيتي النادي الأهلي، ومبروك طبعا بطولة أفريقيا اللي كانت غايبة عننا بقى فترة، وعلى الثلاثية بقى الكاس وأفريقيا والدوري، يعني مزيد من عايزينها إن شاء الله خماسية قريب ان شاء الله باذن الله. يعني في ايد النادي الاهلي كل حاجه، يعني النادي الاهلي من الفرق اللي هي بتتميز ان خلاص طالما خدت بطوله ابص على البطوله اللي بعدها، فان شاء الله الاهلي قادر ان ياخد السوبر الافريقي والسوبر المحلي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طيب، في مواجهه مرتقبه طبعا بين الاهلي وغزل المحله يوم الجمعه ان شاء الله في الدوري، وحضرتك كنت لاعب في الاهلي وكنت لاعب في غزل المحله، شايف ازاي المواجهه دي؟ شايفها طبعا صعبه للفريقين. المحله بيحاول يثبت ان هو خلاص يعني نسي القسم الثاني. اسم المحله طبعا اسم كبير جدا، اتشرف ان انا موجود في نادي غزل المحله من الانديه الشعبيه اللي واخده دوري عام واصله نهائي افريقيا، يعني فيها لعيبه كتير على مر التاريخ يعني بيلعبوا منتخب مصر، حتى كابتن خالد عيد كان من نجوم منتخب مصر المدير الفني، ومعاه كابتن طارق غيضه طبعا المدرب المحترم اللي هو، لان بتمنى الشفاء طبعا لكابتن خالد عيد الفتره اللي فاتت طبعا. فانا شايف المباراه صعبه للفريقين، يعني غزل المحله بيحاول يثبت يعني اقدامه في الدوري الممتاز من جديد، وبيحاول يحقق نتائج ايجابيه بعد نتيجه ماتش سموحه الماتش اللي فات 1-1، فان شاء الله اتمنى التوفيق للفريقين، يعني الاحسن يفوز يعني. تتمنى التوفيق للفريقين؟ طبعا الفريقين يعني قريبين من قلبي جدا، يعني النادي الاهلي ونادي غزل المحله، يعني فالاثنين ليهم فضل عليا، ف ان شاء الله التوفيق للفريقين. يعني انت بتتفرج كده هتستنى مين يكسب؟ واتمنى الاحسن يكسب ان شاء الله باذن الله، يعني خلاص مش عارف ازنقك اكتر من كده. الفريقين يعني طيب، بس فنيا شايف الاهلي الفتره دي مع موسيماني ازاي؟ مع موسيماني لسه، يعني انا بتفرج على موسيماني مع سان داونز، مدرب ليه فكر وليه بصمه كده على الفرقه، زي مثلا جوارديولا في ما كان بيروح يمسك اي فرقه كان بيطبع البصمه بتاعته او الفنيات بتاعته على اي فرقه بيمسكها. فموسيماني يعني لحد دلوقتي مثلا 60% من البصمه بتاعته هي اللي ظاهره دلوقتي، يعني لسه برده مش قادر احكم عليه بشكل كلي مع النادي الاهلي، لان لسه مع الصفقات اللي هو عايزها، مع اللعيبه اللي هو طالب لعيبه بالاسماء، مع اللعيبه دي انا ممكن احكم عليه، يعني انا ما اقدرش احكم عليه برده لسه في نهايه موسم جاي على فرقه. الحاجه الايجابيه اللي هو عملها ان هو خد بطوله افريقيا غايب عن النادي الاهلي، دي تتحسب له طبعا، مع يعني مع الفرق البسيط ان هو يعني مش اللي هو كان هيتسال لو الاهلي خسر البطوله، كانش هيتسال 100% طبعا على البطوله يعني، انما تحسب له حاجه ايجابيه في تاريخه طبعا يعني. انما لسه احكم على موسيماني لا، هو مدرب كبير جدا قبل ما يجي الاهلي. اتمنى ان شاء الله باذن الله ان الفتره الجايه يقدر يحط البصمه بتاعته اللي احنا متعودينها مع سان داونز او مع اي فرقه مسكه مع جنوب افريقيا، ان هو يقدر فعلا يخلي الاكل الاهلي في مكان تاني خالص يعني. فان شاء الله باذن الله اتمنى له التوفيق يعني، واتمنى مزيد من البطولات يعني. ان شاء الله طبعا احنا بنتمنى له الشفاء، زي ما حضرتك عارف انه بيتسو موسيماني مصاب بفيروس كورونا، هو المشكله دلوقتي المديرين الفنيين كابتن خالد عيد كابتن بيتسو موسيماني يعني. ربنا يشفيهم الاثنين ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله طبعا يا رب، بنتمنى الشفاء للجميع طبعا. بس كنت عايزه اسالك بالتحديد فكره انه المباراه اللي جايه هيكون كيفن جونسون هو مكان موسيماني او بيتولى القياده الفنيه مكان موسيماني، شايف ان ده هياثر على الفريق ولا لا الاهلي جاهز ومتعطش لكل الانتصارات يعني؟ هو طبعا يعني شخصيه الاهلي بتبان قدام اي فريق وبتبان مع اختلاف اي مدرب، هتاثر بس مش بنسبه كبيره قوي، لان لو مدرب مثلا اول مره يشتغل مع مستر موسيماني كان هيفرق، انما المدرب ده معاه بقاله مثلا سنين يعني مع سان داونز ومع كان مع منتخب جنوب افريقيا معاه، فهو خلاص يعني الفكر بتاعه هو حافظه يعني، فان شاء الله باذن الله مش هيبقى في تاثير اللي هو الكبير قوي يعني باذن الله يعني. وانت بتتفرج كده مين اكتر اللعيبه اللي في الفتره اللي فاتت المباريات اللي فاتت سواء نهائي افريقيا او نهائي الكاس او حتى اول مباراه في الدوري، اكتر اللعيبه اللي شايفها كده بتتالق الفتره اللي فاتت دي مع النادي الاهلي؟ هو نمره واحد الشناوي، يعني ما فيش خلاف عليه يعني في مصر بحالها، ان هو يعني 60 او 70% من قوه الفريق يعني. في اوقات كتيره تلاقي الاهلي مش مستواه، فما تلاقي مدرب حارس مرمى قوي لا بيفرق مع اي فرقه يعني، خلي بقى مع النادي الاهلي يعني. نمره اثنين عمرو السوليه، مستواه اتطور جدا جدا يعني من اول فتره كان عمرو السوليه موجود فيها، لا انا حاسس ان هو في زياده مستمره جدا يعني. ثلاثه بدري بانون، يعني من خلال مثلا يعتبر يعني ما لعبش ماتش ولا اتنين، هو ماتشين بس، ماتش نهائي كاس وماتش اول ماتش في الدوري بالظبط، انما لا باين ان هو فارق جدا مع النادي الاهلي، باين فارق ان الكره من ماكينين من ورا
كتير على الارض، بيعرف يبدا هجمه كويس جدا، لعيب رجليه مظبوطه جدا. انا شايف ان هو من مكاسب النادي الاهلي الموسم ده باذن الله يعني ان شاء الله. وطبعا النجم علي معلول يعني اللي بعشقه يعني. وكهربا مباراه مصر المقصه، كهربا يعني مش عايزين ما بيحبش انا ايه، غالبا في مصر هنا لما لعيب يعمل ماتش كويس الاعلام بيطلعه فوق قوي، ومع اول تصرف او اول ماتش مش ايجابي قوي يقيم عليه المشانق تاني يعني. فكهربا ده العادي بتاعه، المفروض احنا كهربا ده يعني مكسب لاي فريق طبعا، يبقى نقطه قوه لاي فرقه. لا لسه عنده كتير جدا، مستني منه كتير جدا طبعا. فمش عاوزين مع اول مباراه كويس فيها، ده الطبيعي بتاعه. انما الحاجه بقى لما يبقى مثلا كسبنا ماتش مثلا نهائي افريقيا، يعمل ماتش كويس في مونديال عالم الانديه، اقدر اقول كهربا رجع لمستواه، انما لسه عنده كتير جدا يعني. طيب شايف الفتره اللي جايه، لما بنتكلم بمناسبه الكلام على كاس العالم للانديه، شايف ايه ممكن يكون طموح الاهلي، او ايه اكتر حاجه ابعد حاجه ممكن يوصل لها النادي الاهلي مع كاس العالم للانديه؟ هو النادي الاهلي خلاص حته رهبه الكاس العالم للانديه ما بقتش عند النادي الاهلي يعني. الاهلي حقق تالت عالم قبل كده مع مستر بوزيه، شارك يعني في ايد 4 أو 5 مرات في كاس العالم للانديه، في حته ان هو الاداء بقى اللي هو اللي يمتع دي هتكون مره السادسه للنادي الاهلي يعني كاس العالم للانديه. شايف ان هو خلاص بحس ان هو يعني صاحب مكان يعني، مش ضيف. فان شاء الله باذن الله يعني اتمنى ان هو يقدم اداء متميز، اهم حاجه الاداء المتميز. حته ان انت تاخد توصل نهائي او قبل النهائي، لا دي مش ان انا احقق بطوله، العب على البطوله. من سنتين كان صن داونز وصل للنهائي قدام انتر ميلان، باين ان انا اوصل النهائي ده انجاز بحد ذاته. بس الجيل الحالي ده برضو اغلبه ما شاركش في كاس العالم للانديه قبل كده. والله هو اي حد بيخش النادي الاهلي بيتطبع بطباع النادي الاهلي، دي الميزه اللي في النادي الاهلي يعني. ان اي لعيب حتى لو جاي من فرقه كانت بتنافس على الهبوط، حتى هيجي النادي الاهلي هيلعب على كل ماتش على المكسب. فاي لعيب بيجي النادي الاهلي خلاص اتطبع باسم النادي الاهلي ان هو هيروح على بطوله، عاوز ياخد البطوله مهما كان بيلعب مين. مع احترامي كل الانديه هناك يعني، مثلا ممكن قتل فريق هناك اللي هو البايرن يعني طبعا، فريق برده الدحيل القطري دي الفرقه قويه جدا. فاتمنى ان شاء الله باذن الله الاهلي يعني اولا يقدم اداء متميز، وبعدين النتيجه يعني ان شاء الله باذن الله يعني. طب كنا بنتكلم على التدعيمات، ويمكن بدر بنون كلنا بنتفق ان هو صفقه كبيره طبعا، وفي طاهر محمد طاهر طبعا، وكمان احمد باكم، ورجوع كمان المعارين. شايف كده صفوف النادي الاهلي الفتره دي ممكن نقول مكتمله، ولا شايف انه محتاج تدعيمات ثانيه؟ هو ممكن بس يعني وجهه نظري انا، في تدعيمين، اهم تدعيمين يعني. لازم يبقى في باك يمين مع محمد هاني. باك يمين محمد هاني لعيب كويس جدا، بس اي لعيب في اي نادي كبير بيلعب على كذا بطوله لما يحس ان هو لوحده في المكان مستواه يبقى متذبذب يعني. فانا اتمنى ان في باك يمين كويس يعني، حتى لو في ناشئ كويس في النادي الاهلي، راس حرب افريقي دي اهم حاجه في النادي الاهلي يعني، لازم وجود راس حرب افريقي. النادي الاهلي بيلعب في بطوله افريقيا، هيروح يلعب كاس عالم الانديه، هيلعب فرق كبيره في السوبر المصري والسوبر الافريقي. فمع احترامي لكل الموجودين طبعا كلهم لعيبه كويسه جدا، انما النادي الاهلي ينقصه مهاجم قوي جدا يعني، لان الاهلي في الفتره الاخيره كمان بنلاحظ ان في ماتشات الاهلي بيكسب 1-0 او 2-1، لما تتفرج على الماتش تلاقي الاهلي يعني عنده اهدار فرص كتير جدا. مع اهدار الفرص دي في ماتش من الماتشات ممكن ما يبقاش حد موقف في اخر دقيقه او دقيقتين، ماتش يخلص تعادل، بيبص في الماتش تلاقي فرص كتير ضايعه عشان ما فيش مهاجم يعني قوي في النادي الاهلي. بس احمد باكم كمان بيلعب في الناحيه اليمين. احمد باكم بيلعب في اليمين بس لسه ما شفتوش في النادي الاهلي يعني. ولو لعب وكان كويس طبعا ما فيش بوفر الملايين اللي هي ممكن ادفعها في مثلا في راس حرب افريقي يعني، او راس حرب قوي يعني في الدوري المصري او افريقيا يعني. احنا طبعا بنتمنى التوفيق لكل الصفقات الجديده طبعًا دي طبعًا، كلها اضافه للنادي الاهلي بالظبط. وحتى يعني لما بنتكلم على بدر بنون بنقول لاعب كبير، وعلى طاهر برده مستقبل كبير قوي، وجوكر وبيكم نفسه يعني، كان محمد شريف من الصفقات الكويسه جدا يعني. محمد شريف بالظبط من الناس اللي رجعت طبعا، والمباراه اللي فاتت الحقيقه كان ده اللي انا حسيته ان يعني اللاعب الوحيد اللي شفته لحد دلوقتي ان هو لا هو عايز محمد شريف في النادي الاهلي يعني. بحس ان هو لا هيبقى اضافه كبيره جدا. طاهر عنده امكانيات كبيره جدا، بس لسه قدامه وقت ان شاء الله باذن الله. اتمنى له يعني ان شاء الله يبقى هو يبقى نجم من نجوم النادي الاهلي، لانه عنده امكانيات كبيره جدا وهيقدر يفيد النادي الاهلي. اكرم توفيق لعيب كويس جدا، احمد ياسر ريان، فان شاء الله باذن الله اتمنى باذن الله يعني كل السفريه دي تبقى موفقه باذن الله يعني. ان شاء الله لسه عندنا كلام كتير قوي يا كابتن، هنروح لفاصل ونرجع نكمل طبعا مع كابتن عبد الحميد شباب.
برحب بحضراتكم مره تانية. لسه منورني كابتن عبد الحميد شبانه، وبنتكلم بقى على مباراه غزل المحله اللي جايه، مباراه الاهلي وغزل المحله يوم الجمعه ان شاء الله. شايف انه يعني موسيماني او الفريق هيكون بالتشكيل اللي احنا معروف بالاساسيين، ولا هيكون في بقى ظهور لوجوه جديده، او هيكون في تغيير عن مباراه مصر المقاصه اللي كانت طبعا في الدور الاول او في الجوله الاولى من الدوري؟ هو يعني الماتش اللي فات برضه كان في ظهور بعض الصفارات الجديده، مثلا زي شريف وطاهر، وانا بتمنى مثلا هيجري بقى تغييرات عن التشكيله دي بتاعت مصر المقاصه. مثلا يعني مثلا ابدا بصلاح محسن، اكرم توفيق في نص الملعب. لازم الناس دي يعني تاخد في ماتشات الدوري بالذات، يعني الناس دي هحكم عليها او الفنيه بتاعتها تعلى مع ماتشات الدوري. لسه في اول الدوري، المهم ان انا اجمع بنات في اول الدوري، لان دي هتفرق معايا في اخر الدوري. انما برده لازم اشوف ادي الناس الجديده دي الثقه او حساسيه الماتشات، عشان لما احتاجها في الماتشات الكبيره بعد كده الاقيها ايه، يعني جاهزه فنيا وبدنيا. يعني فان شاء الله ممكن بيكم مثلا يشارك في المباراه دي. ممكن اجي بيكم باك يمين مكان محمد هاني، يريح هاني شويه. هاني ضغط الماتشات اللي فاتت على كان بيلعب، وحتى كان بيشعر بعض الاجهاد في ماتش حتى نهائي افريقيا ونهائي الكاس. ابدا بدري بنون، وابدل مثلا من ياسر اشرف، ياسر ابراهيم وايمن اشرف مع بدري بنون يبقى الموجود اساسي، لان الناس دي شايله. او ممكن ابدا كمان برامي ربيعه مع بدري بنون. رامي ربيعه ما شاء الله يعني جاهز دلوقتي بدنيا وفنيا، وهو لعيب كبير جدا لولا الاصابات يعني. فان شاء الله باذن الله يعني نلاقي فيه تغييرات. ووحيد كمان، وحيد الباك ليفت، انا شايف ان هو باك شمال كويس، يعني لازم ياخد ماتشات الدوري. فان شاء الله باذن الله نلاقي، مش عاوزين بس نغير الشكل العام مره واحده. يعني عشان بس ما يبقاش في حسيت انه لسه في اللعيبه الجديده اللي دخلت يمكن في مباراه مصر المقاصه بالتحديد، ما كانش في لسه انسجام قوي بينها وبين اللعيبه القديمه. يعني يمكن موسيماني نفسه كان بيقول كده انه لسه التنقلات لسه ما تعودوش على ده، لازم التجانس ده بياخد وقت. اكيد كمان ان اي لعيب جديد بيبقى موجود في النادي عاوز يثبت نفسه، عاوز يطلع كل حاجه عشان يدي ثقه للجهاز الفني ان هو ممكن يثق في 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 اشراكه في اي وقت او اي مباراه يعني. اكيد حته ان هو تغيير تدريب مع مدير فني قبل كده، مثلا طاهر في المقاولين او شريف في انبي، لا كل مدرب بيبقى ليه فكر. عشان اطبع بفكر المدير الفني الجديد لازم ياخد وقت وحاجات عمليه كتير، يعني مشاركات كتير وفي غلطات وصححها، فكل ده فعلا بياخد وقت يعني. فان شاء الله باذن الله يعني نتمنى الناس دي كلها تبقى اضافه باذن الله، ويعني تنسجم بسرعه مع الفريق يعني. بالظبط، اكيد بنتمنى ده. اكيد يا كابتن المنافسه على الموسم ده او على الدوري الموسم ده قويه جدا، يعني احنا شايفين يمكن كنا بنتكلم في الفاصل انه في فرق حتى طالعه زي فريق سيراميكا كليوباترا وعاملين الحقيقه موسم كويس، وعندهم صفقات كويسه جدا، او على الاقل المباراه اللي فاتت كسبوها، المفروض ان هم بيلعبوا النهارده 3-1. فيعني شايفين منافسه قويه مش بس من اوائل الدوري. والله بصي، المنافسه كمان بتبدا من اهلي وزمالك. ثم الاهلي والزمالك اقوياء، الدوري منافسه لاخر الماتش. فلاول مره من 6 أو 7 سنين الزمالك الموسم ده ما يشتريش مثلا 13 لعيب او 14 لعيب. قبل كده الزمالك بعد كل موسم، ودي حاجه تحسب يعني الناس موجوده هناك في الاداره، ان قبل كده الزمالك كان بيغير مثلا بال 12 لعيب. السنه دي الزمالك بادئ الموسم ممكن ما فيش لعيب جديد على الفرقه، حتى اللعيب الجديد اللي هم جايبينه مش فاكر اسمه ما شاركش لحد دلوقتي، هيبداوا يدخلوه بالتدريج، هو لعيب تونسي، هو اسمه حمزه المسلوسي باين. مسلوسي. فان الزمالك يستقر او يبدا الموسم بالتشكيله اللي هو ناهي بيها، لا يبقى كده فريق مركز ومركزين وهيبداوا الموسم بكل قوه. بيراميدز ان هو يضيف عناصر قويه جدا الموسم ده، هيبقى اقوى من الموسم اللي فات. سيراميكا لعيبه كلها دوري ممتاز، لعيبه منتخبات، هتبقى فرقه محترمه. المقاولين رابع دوري السنه فاتت وبادئ قوي جدا في الكونفدراليه، لا هيبقى عندها ثقه عن الموسم اللي فات. الاتحاد مع كابتن حسام حسن يوصل نهائي كاس، قبل نهائي كاس مصر، ويؤدي اداء قوي جدا قدام النادي الاهلي، ويبدا الموسم بالفوز على بيراميدز. فدي حاجه يعني تتحسب له. الجيش يوصل نهائي كاس، تتعثر في الاول انما عنده فرقه ثقيله. فبتتوقع ان هيكون في منافسه يعني لاخر وقت، ولا برده محسومه من بدري زي لا مش محسومه خالص، لان في فرق كمان هتوعى الاهلي والزمالك وبيراميدز، يعني في فرق قويه جدا غير الاهلي والزمالك وبيراميدز. الاسماعيلي فرقه كويسه، المصري فرقه كويسه، بس عايزه وقت عشان الانسجام، اللعيبه الجديده، الصفقات الجديده كلها. بتوقع ان الاهلي والزمالك بس، يعني قبل كده كنا بنشوف الاهلي بيكسب الزمالك فالاهلي بيفرق عن الزمالك، الزمالك بيكسب الاهلي الزمالك بيفرق، لا السنه دي في فرقه قويه
هي اللي هتفرق في نتائج الكوبين الكبار او الثلاثه الكبار يعني. فنتمنى ان شاء الله يبقى موسم قوي ونهايه ان شاء الله باذن الله باذن الله يعني. ان شاء الله ان شاء الله. طيب الله. عندنا طبعا بعد مباراه يوم الجمعه غزل المحله عندنا طبعا انه اللعيبه مسافره علشان مباراه سوني داب في النيجر في بطوله افريقيا. شايف المباراه دي ازاي؟ ودايما بقول انه خلاص بقى ده مشوار موسيماني من اوله بقى مع الفريق في افريقيا. ما هو ده المشوار اللي هيبدا نحكم على موسيماني فيه يعني. يعني ده نتمنى البدايه تبقى كويسه عشان الثقه في الاول، ما يبقاش في تعثر في الاول، لخبط الاوراق من بدايه الموسم كده. لازم نبدا بكل قوه، تعرف ان الفرق كلها بتبص لنتائج الفرق الكبيره يعني. بتشوف لا باديه من الاول مركزه، او يعني شفنا مثلا المقاولين من اسبوع كده كان بيلعب العوده بتاع الكونفدراليه كسب 9-1. هيلعب نجم الساحلي، نجم الساحلي لما يعرف المقاولين مثلا كسب 9-1 هيعمل طبعا حساب كبير قوي للمقاولين يعني. فلازم تبدا بقوه يعني، اهم حاجه البدايه في البطولات الكبيره بالذات بتسمع يعني، في لغه الكوره بتسمع كل الفرق يعني. الفرق دي مركزه وبدأ قويه ونتمنى يعني ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يعني ياخدها واحده واحده كده عشان باذن الله يبقى العشرة ان شاء الله باذن الله يعني. حاسس انه موسيماني لسه بدري على الحكم عليه؟ انا حاسه ده من كلامك يعني، دي وجهه نظرك، ولا انه بالعكس الاختبارات اللي دخلها وبالرغم من الوقت كان ضيق جدا الا انه قدر يحقق حاجات مع النادي الاهلي وانجازات والقاب؟ انا قلت لحضرتك الحاله الوحيده يعني حته بطوله افريقيا ان هي غايبه عن الاهلي بقى لها 7 سنين طبعًا. ان هو يجيبها دي حاجه ايجابيه ليه طبعا. انما الكوره بتاعته الواحد كان بيشوفها مع سان داونز لسه ما شفتهاش. طبعا يعني في 40 او 50% منها. انما حته ان هو يعني احس النادي الاهلي كوره سلسه مرنه استحواذ ايجابيه على الجون لسه شويه، ودي برده ليه كل العذر ان هو جاي هو اللي هيكون الفريق. فانا يعني مش حاسس بفرق قوي من فتره فايلر، من اواخر فتره فايلر لبدايه فتره موسيماني. مش حاسس انها النادي الاهلي دلوقتي في استحواذ اكتر، بيطلع على الجون اكتر، الكور الثابته بيحصل منها اهداف اكتر. نتكلم بصراحه الوقت بتاع فايلر قبل الكورونا كان هو اعلى وقت الاهلي لحد دلوقتي. تمام. بعد الكورونا لا، كان المستوى قل، في تدوير غريب في اللعيبه بعد الكورونا، بيجيب لعيبه من اماكن، لعيبه في اماكن ثانيه مع فايلر، ما اعرفش ده كان سبب ان هو مش عارف كان بيعمل كده ليه. حته موسيماني اول ما جه هو احسن من الفتره الثانيه بتاع فايلر، الفتره اللي هي بعد الكورونا. انما قبل الكورونا كان اعلى مستوى شفته للاهلي اول ما فايلر جه مسك الاهلي. كان اعلى مستوى، في سرعه في الاداء، في مرونه في من الخط ده للخط ده، تلاقي لعيب بيلعب باك يمين بيخش يلعب في نص الملعب واللي في نص الملعب بيطلع. لا كان في ترحيل غريب في الملعب وايجابيه على الجون، ضغط الكره الاهلي بيفتح الكره بسرعه، بيحاول في اقل وقت ان هو يستعيد الكره بسرعه يعني. فدي حاجه شايفها اول مره اشوف الاهلي كده يعني. فاتمنى ان شاء الله باذن الله، انا واثق جدا في موسيماني ان هو من متابعتي ليه قبل ما يجي الاهلي، لا كان مخلي الفرقه بتاع سان داونز يعني فرقه افريقيه بتلعب لعب اوروبي. فتخيل بقى لما يجي فرقه زي بامكانيات النادي الاهلي باسم النادي الاهلي هيعمل ايه. فانا مستني ان شاء الله باذن الله متوفر أشوف له كل مقومات النجاح طبعا في كل مقومات النجاح. مع احترامي لاي مدير فني هيجي نادي الاهلي وبرده نادي الزمالك، مفروض ان هو يعني كل حاجه، انت لو يعني مدرب كويس هتبقى جامد جدا في الاهلي او الزمالك، وبالذات بقى الاهلي كمان يعني. استقرار اداري واستقرار فني وتدعيم من كل الاعلام وجماهير. فباذن الله ان شاء الله باذن الله انا متفائل خير يعني. موسيماني عنده فكر كروي كويس جدا مع فريق بحجم النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله يقدم مستوى باذن الله كويس جدا يعني ان شاء الله. طيب واحنا بنتكلم في الكوره كده وفي الفنيات، لو قلت لي الايجابيات اللي انت شفتها في مباراه مصر المقاصه وبرده السلبيات اللي انت كنت معترض عليها او شايف لازم يكون في شغل عليها. ايجابيات في ايجابيات كتيره جدا يعني. ايجابيات ان انا مثلا يعني محمد شريف وطاهر ان انا اشارك ناس لسه جديده في وسط يعني، ما حاولش بدفع بكل الناس الجديده مره واحده. فدي ايجابيه، دي فكره المدير الفني ان انا ما ينفعش اشرك مثلا ايه 5 6 لعيبه من 10 لعيبه، هيبقى في ما فيش انسجام في الماتش. تاني حاجه ان هو في اول دقيقه حتى لو لاحظت ان فرقه المقاصه معروف ان كابتن ايهاب جلال من الفرق اللي بيمسكها ان هي بتبدا الكوره من عند الحارس، علشان كده الاهلي كان فلما تلاقي مثلا ضغط من اول دقيقه الاهلي ضاغط، عارف ان الراجل ده اكيد شاف فرقه زي المقاصه او كابتن ايهاب جلال او عارف الفكر بتاعه،
فعشان كده بادئ الماتش هو عارف هو هيعمل ايه. فدي ايجابيه كبيره جدا طبعا. حته التغييرات ان انا بنزل حتى التغييرات مش كلها ناس جديده، انزل مثلا ناس جديده وناس من الفرقه خبره، دي حاجه كويسه جدا يعني. حته بقى السلبيه، ممكن السلبيه الوحيده هي حته بس الايجابيه على الجون يعني. بحس ان الاهلي كان في لعيبه في المباراه يعني بيقع في الاوفسايد كتير قوي، صح، وباينه خالص ان معظم فرقه مصر المقصه من اول دقيقه بتلعب على الاوفسايد، صح، لما الاهلي يلعب سروهات من نص الملعب او من ورا من بدري بالون مثلا او السوليه او حمدي، اللعيبه كانت بتجري بدري على الكوره، بدري قوي. فالمفروض يعني الناس اللي بره شايفه الموضوع ده ان يعني مش الهاف هو اللي يروح، ممكن اجيب حد مش متشاف خالص هو اللي يجي من ورا يعني. فطبعا هم اعلم بالحاجه دي يعني، الواحد بس ايه منه كان بيشوف الحاجات دي متكرره جدا كل دقيقه اوف سايد، فلازم ليها حل يعني. فدي حته السلبيه البسيطه، وحته برده الايجابيه على الجول يعني ان الاهلي بيديله فرص كتير قوي ومفيش الفينش مبقاش كويس يعني. فاتمنى الحته دي ان شاء الله يمكن اللي بيطمن جمهور الاهلي يا كابتن انه كل اللي حضرتك قلته ده وهي دي فعلا السلبيات اللي كانت في المباراه وكل جماهير الاهلي لاحظوها. كان نفس كلام موسيماني بعد المباراه انه احنا كان عندنا غلط 1 2 3، بنطلع على الكوره بدري، لازم اللعيبه تقعد تتفرج على الماتش ده وتشوف تاني اخطائها ولازم نشتغل على ده. الاربعه اللي في الاول ما كانوش متمركزين كويس، فالجمهور بيطمن لما يلاقي طبعا المدرب. دي ميزه، ده ميزة لازم المدرب يعني، بيتهيألي ده لازم يكون في اي مدرب. ما دي الميزه، المدرب شايف نفس عين الجمهور، شايف اللي احنا شايفينه، بس في مدربين تانية بتقول حاجات يعني الواحد بيسمع حتى في يعني. انا عايز اسالك على ده، مش ده الطبيعي في كل يعني ده المفروض؟ لا خالص خالص. انا بتكلم بقى على حضرتك وانت لاعب بقى، تمام، والمدربين كانوا كلهم لازم يكون في تركيز في 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 الاداء الفريق الثاني والخصم واذاكره واشوف الفيديو والايجابيات اللي عنده والايجابيات. ده انا عارف ان كابتن ايهاب جلال بيبدا من الهجمه من تحت او الكره من تحت، فانا لازم اضغط من اول دقيقه. مش ده الطبيعي في كل المدربين؟ هو المفروض ده الطبيعي، بس في مدربين يعني بيقولوا الكلام ده وما يجي نشتغل في الملعب يبقى الشغل تاني خالص غير الكلام اللي احنا بنقوله. فدي حاجه بتبقى يعني ضد الطبيعه يعني طبعا. يعني حاجه الواحد بيستغربها يعني، ازاي انا عارف مدير فني بيشتغل حاجه كذا وكذا وكذا والمفروض بقى انزل اعمل شغلي عليه؟ يعني المفروض اعمل عكس اللي هو بيعمله يعني مثلا هو بيلعب من تحت اضغط عليه، بيلعب الطويل لازم يبقى عندي مثلا اطوال ورا، والكره الثانيه اللي بتتاخد لازم يبقى في لعيب الكره بتستحوذ بعد ما تنزل مثلا من فوق. فالحاجات دي الواحد كان بيشوفها مدربين لا هو كلام بس، انما فعلي في الملعب لا ما بشوفش الحاجات دي. فانا يعني برضو من متابعتي لموسيماني بعد اي ماتش ان هو ما يجي يتكلم على حاجات سلبيات وايجابيات بيشوفها في الماتش، لا بحس ان هو لا قاعد معانا ومتابع وشايف كل حاجه. حتى لو تلاحظي ان اثناء الماتش نفسه تلاقي موسيماني مثلا لما لعيب بيعمل حاجه غلط او بيتحرك غلط او يباص باص غلط تلاقيه بيلف للدكه ويشرح لهم. فدي يعني بيشرح للناس حتى اللي هتنزل بديل او الناس اللي هينزل، انت فاهم ده عمل غلط كذا فلازم انزل انا ابقى عارف دي غلط فهعمل حاجه ثانيه. فدي حته يعني مدربين كبار هم اللي بيعملوا كده. تحس في الدوري الانجليزي مثلا ان المدير الفني حتى لو في ايجابيه بيشرح للناس اللي بره عشان اللي بره يبقى عارف ان دي هو المطلوب يعني. فدي انا شايفها في ميزه حلوه جدا في موسيماني، كلامه عقلاني جدا في المؤتمر بعد اي مباراه. بيقول الحاجات الايجابيات اللي احنا شايفينها ايجابيات من بره، بيقول في حاجه مثلا اخطاء بيقع فيها ومش عيب ان اي مدير فني يعترف او يقول مثلا ان النهارده ما كانش مثلا هو موفق في حته كذا، دي بتكبر المدير الفني مش بتقلل منه خالص. طب والحته النفسيه يا كابتن، يعني فكره ان هو عارف يتعامل مع كل لاعب على حسب شخصيته، ويقول مثلا كهربا انا عارف بتعامل معاه ازاي وبعرف اشد امتى وما اشدش امتى، وقفشه نفس يعني عارف كل لاعب ازاي يتعامل معاه نفسيا. انا بصراحه شفتها يعني هو عنده نفسيا حاجه كويسه جدا بعد ماتش بيراميدز في الدوري لما قفشه ضيع بلانتي واتكلم عنه كويس جدا وقال كل اللعيبه الكبار بتضيع اللعيبه الكبار. فدي حاجه يعني انت لو لاحظتي بعد ماتش الوداد الاولاني هناك لما قفشه جاب الجون اول واحد جري له موسيماني يعني. فدي حاجه تبين ان الراجل ده بيتعامل ازاي نفسيا مع اللعيبه، اللعيبه اللي هو اكيد عارف ان اللعيبه في لعبه الاهلي كل لعيبه كبيره فهو عارف ازاي يتعامل مع اللعيبه الكبيره. صعب جدا مع مدير فني يعني مع احترامي في فرق كتير في لعيبه كبيره يبقى المعلمين يعني فدي بيبوظ اي فرقه. فيبقى عندي مدير فني بيحتوي كل اللعيبه دي، يبقى عندي كذا نجم الفرقه، هو الصوت الاول والاخير هو النادي الاهلي، هو المدير الفني اكبر حاجه في الفرقه، هو قيمه النادي. دي حاجه انا شايفها ميزه عنده جامده جدا يعني، شفتها من يوم ماتش اللي هو بتاع قفشه في بيراميدز يعني. فدي مبين ان هو نفسيا كويس قوي يا كابتن. كان في
يعني تعاملت مع ده مع مدربين عارفين يطلعوا منك افضل ما عندك في الكوره وبيتعاملوا نفسيا كويس جدا، ومدربين تانيين ممكن يحبطوك؟ لا في مدربين كارين يعني بيستنوا اللعيب يباصي باص غلط عشان يقطع فيه يعني، يعني لا يعني في مدربين للاسف في مصر هنا لعيب بيغلط هو عامل نفسه مش شايفه خالص، وفي لعيب تاني كويس يدوب بس لو بص بص غلط يقف له يقول له يعني كانه خلاص يعني ضيع انفراد في ماتش نهائي كاس عالم يعني. فدي يعني حاجه بتضيع لعيبه وبتقفل اللعيبه من الكوره عموما يعني. ولعيبه تانية لما تلاقي مدير فني واثق فيها ومديها الثقه مهما كان يغلط غلط يعني ممكن يعني يتعدى حدود اللعب يعني مش غلط بره الملعب وما يتكررش الخطا يعني. مثلا اي مدير فني بيستنى من اللعيب انا ممكن اخطا اي في لعبه بس لما دي اخطا تاني اخطا في حاجه تانية يعني ما اخطاش في نفس الموضوع ده يبقى غباء يعني. واللاعب والمدير الفني ما بيحبش اللعيب الغبي يعني. فلا موسيماني عنده ميزه في النقطه دي يعني حلوه جدا يعني. والحقيقه ده احنا مبسوطين بيه يا كابتن الحمد لله يعني ان احنا عندنا طبعا مدرب قادر يتعامل مع اللعيبه بشكل كويس، والحقيقه ان الروح اللي في النادي الاهلي دي فارقه جدا 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 معانا في تحقيق الانجازات والبطولات. واكيد حضرتك كنت في النادي الاهلي وعارف الروح لا طبعًا دي يعني. وانا مبسوطه انك كنت معايا النهارده طبعا. لا يا ربنا يخليك، بشكر حضرتك جدا واقول في النادي الاهلي والتوفيق طبعا ان شاء الله للنادي الاهلي في كل البطولات بتوفيق المحله الماتش الجاي والاهلي برضو باذن الله ان شاء الله ان شاء الله الاهلي يكسب ان شاء الله المباراه اللي جايه يبقى طالعين مبسوطين يعني. بشكر حضرتك جدا انك كنت معايا النهارده، وبشكر حضراتكم على المتابعه. وهي دي فعلا روح النادي الاهلي انه كلنا في كتف بعض، مجلس الاداره مدير فني ولاعيبه، وبنتمنى طبعا الشفاء لبيتسو موسيماني ويقوم بالف سلامه والشفاء لكل المصابين طبعا بفيروس كورونا. شكرا لحضراتكم على المتابعه.